المهم السلام عليكم خوت، كي دايرين؟ مزيانين هانيين، اتمنى تكونوا بخير وعلى خير وصحة جيدة. المهم كما تشوفوا معايا هذا السوق الاسبوعي لمدينة بركان كما العادة، وهذا السوق غادي ان شاء الله نمشي ندير بكم واحد الجولة كالعادة فيها ديال رحبة الغنم ونديروا على واحد الدورة في السوق الداخل. خليكم معايا اخوتي في هذا الفيديو. هذا النهار هذا كاين شويه ديال الحراره، الله يرحمنا وصافي اخوتي. المهم السوق هو هذا، خويا السلام عليكم. الله يسخر. هاد نتاع من هاد تندرس، واللي بالنسبة للحوايج إلا بغيت كي دير تقلبو يعني من غير السمية، إلا بغيت تعرفو مزيان السمية باهي الحوايج تشوفو عارف صح، الحوايج تشوفو عارف بلف السمية هو هنا ياك كاين الله يسخر اخويا. اللهم امين. السلام عليكم. سلام سيدي. شحال البركة؟ 150 ساوينا. عطا ولا؟ ساوينا. ساوية. 150 تبارك الله الله يسخر. لا لا مزيان باينين بعدا الله يبارك. شحال راك تقول عمي هذا؟ 300. واش سداد 40؟ لا يسخر. شحال تبارك الله هذا بركة 88 عطاوها ولا هما 33 تاع هنا الله يجيب لك 33 عطاونا هذا جملة عطاها 600 ها؟
كاينه هذيك الشيء كاين حمات لهم الصوص عاد قول صاد غلط ها راه ماشي انا شاري هذا هنا شوف راس الليل الله يسخر اللهم امين شحال هاد البركة عمي؟ اخويا 48 هذا واحد وهز بين يدك فرس نتاعو هذاك 28 قلب عاوتاني قلب الفرس نتاعو عطاه ولا انت على راك؟ عطاه اخويا 48 تبارك الله انت من هذا اش من جيل؟ فهمنا بعدا بركة اه العيد قرب راهم دخلوا دخلوا الخرفان ديال اسبانيا العيد قرب دخلوا الخرفان شدانيا اسبانيا جود جود الحلوه هذا راه تبارك الله يا عمي واش الماكله هي الماكله لا هذا راه باينه واش غادي هاك الحشه الفرق راه باين بحال الدجاجه روميه والدجاجه بلديه راه بحال هكا ما يسخن ارا خالد ارا فين تديوه فين شوف شوف أنا خرجوا مع صار والله غيرتك تجي ما عندكش عيني لا انت لا الا غيري انا خا ملي حلقني عمي الحاج ماشي من كل شي واحد يجي عمي ما عندوش عيني لا تعلي بلديه عامه انا عند الغبيه يور المهم اخوتي السوق هو هذا درت بكم واحد الجوله تما سولت شويه الاثمنه نتاع الحواله ندير واحد الجوله ان شاء الله هنا شوفوا هادو شنو يديروا هنايا هادو الباهي بيشان هادو اللي بغا بيشان ماشي
الشوايات اللي عنده الشياغ يشري لهم الحين ياكلوا كذا. ما هادو يديروا الماكلة للشياغ. ها المزمر ها العيد هذا اللي عنده الدجاج ماكلة الدجاج تبارك الله السلام. تبارك الله شوفوا تبارك الله تبارك الله على داش حبيب لي قالك عم قادر تقلو سيفتو مع الحوانس عم خير تبارك الله الخيرات السوق. المهم الاخوان تبارك الله عليكم شاركت معكم وبارطاجيت معكم السوق الاسبوعي الى مدينة بركان. شوفوا معايا اجواء عامرة هذا الجهة ديال بركان هذا الشيء اللي كاين اخواتي تبارك الله عليكم الى فيديو اخر ان شاء الله والسلام عليكم.